زارتنا البركة يا أخي ياس، من طول عمرك صاحب واجب ما بتفوتك فايتة. إن شاء الله ربي يبارك لكم بهالشهر الكريم أخي أبو سعيد، وينعاد علينا وعليكم بالخير والسلامة يا أخي أبو عادل. وعليكم سيدي، عليكم أخي ياس. إيه الله يرحم الوالي، كان أيام زمان يفوت على بيت بيت بالحارة ويعايد عليهم. وإن شاء الله يا رب هيك تضل هالقصص هي على طول وبيناتنا لقدام. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. أنا بتذكر وأنا وصغير كان أبي ياخدني من إيدي ونروح على بيتكم بعياد الفصح والميلاد، وبعمادة أخوك كلياتنا كنا موجودين، وهلأ أولادنا وأحفادنا رح يضلوا هيك إن شاء الله. إيه الله يرحم هديك الأيام، الله يرحم هديك الأيام. كنت ساكن بالإمارية أنا، وبابتوما جنبي، بقى مختلطين مسيحية وإسلام وكل الطوائف، ونعيد كل الأعياد، لا نعرف عيد مين من عيد مين. إيه والله صدقت. ونحن صيامنا أخي أبو سعيد 40 يوم منصوم عن اللحمة والدسم والألبان ومشتقاته. إيه أخي أبو سعيد، هاي أخي الياس رح يحكي لك عن الصيام عند أخواتنا المسيحية، ومن تمك أحلى يا كحلة. مو من كم يوم كنت عم تسألني عن هالقصة؟ يا ريت أخونا أبو محمد كانوا كان سمع كلام أخونا الياس، حاجنا على راسنا. والله يا جماعة الخير، الصيام هو أساسه لتهذيب نفس الإنسان، والصيام موجود بكل الأديان من أيام ما خلق أبونا آدم لتاريخ هلا، وشي بنعرفه وشي ما بنعرفه. يعني مثلا ستنا مريم صامت عن الكلام ما صامت عن الطعام. هلا ستنا مريم صامت عن الكلام ما صامت عن الطعام. كل صيام ما في صوم للعين والإذن والحواس بيكون صوم ناقص، والله واحد، والله هو اللي بيجزي عباده عن الصيام. لك يسلم تمك يا أخي الياس، ويسلم تمك يا أخي أبو عادل، والله نورتونا. الله يكرمك يا أبو سعيد. مدوا يدكم، مدوا يدكم، إن شاء الله مجاريها، إن شاء الله صحتي. ها؟ إيه والله يسلم والدين عمو. تفضل. الله يسلم إيديك، الله يسلم إيديك يا ميت أهلي وسهلين فيكي. اضحك بعبك أخي الياس، هاي عرق سوس بحياتنا ما شفنا، يا قهوة ولا شاي. الله يسامحك يا ابو عادل، الله يسامحك، ما حبيتها منك ابنه. هلا اخي الياس بفكرنا انه بقلع، بس هذا الشراب للغوالي وانت من الغوالي. لك الله يكرمك يا ابو سعيد. شو يعني انا ماني من الغوالي؟ لك انت من اهل البيت. اصحى يا نايم، وحد الدايم، ابو كامل قوم على سحورك، اجا رمضان يزورك. وحدوا لك رجع رمضان، رجع شهر الخير والمحبة والمودة. ايه والله الحمد لله. ايه الحمد والله. لله، ألف الحمد لله. أخي أنا كل جاي لهوني ماني طايع وماني حاببة بالأصل. لك يعني بدك تسائر العالم شباك. علي أبو قاسم. لا أهلين ولا سهلين. اسمعني أبو كرمو. خير. أنا ما أجيت لحالي لهون، أنتوا جبتوني ها؟ انتوا عم تقولوا لي تعا قرانا قصه. صحيح صحيح. خلص روق عمي ابو قاسم، بيمزح عمي قاسم شاي لعمي ابو قاسم. لا انا بدي افهم، بدك تسمع ولا ما بدك تسمع؟ بدنا نسمع. اخي بنسمع، بدنا نسمع. وانا رح اجيب لك هلا كتاب الحكايه مشان نسمع حكاياتك الحلوين. حبيبي روان، الله يرضى عليك. يلا
ابو كرمو لك شبنا حبيبي، ما كل سنه نحن بنحكي هالحكايه هاي، كل سنه بنحكي حكايه ولا احلى من الثانيه، شبنا بس فيها عبره. صحيح فيها عبره للناس. ايه يا بنحكي هيك حكايه للضحك والمسخره. عداك رحيب، عداك رحيب، عداك رحيب ابو قاسم. على عيني هاي كتاب الحكايه. لا شيء حكايه يا سلام. بتسال لي يا شو بده يسمعنا هاي السنه؟ لك شباك انت. صحيح شو بدك تسمعنا هاي السنه حبيباتي؟ رح سمعكم اول حكايه بهاليوم الفضيل. حلو. حكايه نوعين من النسوان. ايه والله. ايه النوع الاول هو النوع اللي بيخون حياته الزوجيه، والنوع الثاني هو النوع اللي بيسترخص اسرته. شو رايك؟ عجبك هالعنوان؟ يا لطيف يا لطيف. حبيباتي العنوان اسمه ست الحسن. اسمحوا لي بس حط نظاراتي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في حطاب مسكين فقير عم يحطب بهالغابة. شاف شجرة عجبته، تاني يوم سنها الفأس واجا عالشجرة بكير. قام كمش الحطاب الفأس وبلش بهالشجرة، لكن الفأس ما قدر يقطع شي من الشجرة. شو؟ قال الفأس ما قدر يقطع شيء من الشجرة. سمعتوا منيح؟ اوف 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 ليش؟ شد عزمه الحطاب زيادة، كمان ما قدر يقطع شيء من الشجرة. قالت له الشجرة لك قلقتني، لك صرعتني، صرعت راسي يا مضروب، شو بدك؟ قام اطلع فيها هيك وصار يرجف وقال لها بدي اترزق، بدي اعيش. عمى يا ساتر بدك احكي لك شي كلمة. شو بيحكي اذا الشجرة عم تحكي؟ شو بيحكي انا؟ وكمل قال جاي اقطع كم حطب لهالولاد. قالت له روح على هديك الشجرة وضرب على جزعها، رح تطلع لك وحدة وبتقلك شو بدك. يا سلام شي حلو. تطلع له يعني وحدة بني آدمة؟ لا الشجرة الثانية كمان رح تقله شو بدك. ايوة هلا شو بالشجرة؟ والله عندي علمها بني شوفه اليوم. قالت له وانت إلا بدي العصفور. العصفور نعم. شو بده إلا؟ بدي العصفور. يعني بيروح على الشجرة الثانية بيقول لها بدي العصفور. ايه هون القصة، اسمعوا بقى. وإذا عطتك مال الدنيا لا ترضى بغير العصفور. يا حما هلا شو قصة العصفور دخيلك؟ علمي علمه. اسمعوا اسمعوا يا شباب اسمعوا. هذا الخطاب حمل درب طريقه وراح بات الليلة ببيته. حلو مش هذا العصفور؟ ايه نعم. واليوم الثاني راح يدق بهالشجرة. عم قالت له الشجرة لك قلقتني، لك صرعت راسي يا مضروب، لك شو بدك؟ صار يرجق منها بالأول وقال له بدي العصفور. أيوة أبو صافي احكي لك شي كلمة. لك هي هديك الشجرة الأولانية قالت له زعلت لك شو بدك بتقلها بدي العصفور، مو قال بدي العصفور؟ أيوة قال بدي العصفور. قام قالت له العصفور لا 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 أبدا ما ممكن أعطيك العصفور، ما بدي أعطيك العصفور أبدا. يعني ضحكت عليه الشجرة الأولانية. اسمع شو قالت له كمان. قالت له أخي خود ليرة، خود عشرة وخود عشرين ولا تطلب العصفور، وتركني ها لا تضرب جزعي. قال له نعم بدي الضوء لكان. عم قال له أبدا أبدا بدي العصفور، ما بدي غير العصفور. هلا الشجرة أبو صافي بدي العصفور ولا العصفور بده الشجرة؟ لك لا هو الزلمة هو بده العصفور يا بني آدم. لك شو عقلك سميك أبو كرمو؟ ما عم تفهم يا زلمة؟ هلا فهمت عليك. راحت وجابت العصفور وعطته إياه. ايوه
أخذ العصفور وصار يتطلع فيه هيك فرح كتير وأخذ ضرب طريقه وضل ماشي تركه ما ضرب جزء الشجرة. لكن بعدين قال لحاله هو ماشي لك أنا شو عملت بحالي؟ لك أنا شو بدي أعمل بهالعصفور؟ ها؟ أنا عندي ولاد ولازم طعميهم. ولما وصل على البيت قال لأولاده اليوم الله رزقني بهالعصفور كانت رزقتي عصفور. الأولاد فرحوا كتير وصاروا يلعبوا بهالعصفور حلو. والعصفور عم ينحف ويدوب بين إيدين الأولاد يلي عم يعزبوا. وإجا يوم قام أبوهن ذبح العصفور. شو عمل؟ ذبح العصفور وعطى الولد الأولاني قلب العصفور والولد الثاني حوصلة العصفور والولد الثالث راس العصفور. الولد الثاني يلي أكل الحوصلة لقى تاني يوم تحت المخدة كيس فيه أم 500 قرش. بوقتها الليرة كانت 112 قرش. الأب حبيباتي كان متزوج على زوجته وهالزوجة بتحب هالصبي بس من شان المصاري. الزوجة عدت الكيس لقيت فيه 500 قرش وتاني يوم لقيت الكيس كمان في كمان 500 قرش. قالت له لك شو هاد؟ لك منين كل هالمصاري يا منظوم؟ لك شو هاد؟ قام قال لها مثل مالك شايفه يا لطيف على الجواب. وبعدين شو صار؟ وبعدين بكره نكمل لكم الحكايه. طيب والمخده والعصفور شو صار فيهم يا جماعه؟ لقنوا عصفور ما قال لك ابوهم للاولاد ذبحوا العصفور ووزعوا. ما فهمان شيء. حمامات يعني؟ ابو كرمه راسك بيضل يابس ما في فكشه. ابو كرمه بالليل بيصيب له. هو معك ابو كرمه عزبالي يلا. الله يسلم هالتم. الله يسلمك خودك يا ابو صالح. يلا انا السلام عليكم رايح شغلي. الله معك ابو العز. لكن لنقوم ونسحر هالعالم هاي. يا الله لا تنسوا بكره تجوا مشان نكمل الحكايه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.